في بلد مثل فرنسا يتحفظ فيه السياسيون عن الحديث عن حياتهم الخاصة، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستطع التهرب من الرد على السؤال عن زواجه من معلمته التي تكبره ب24 عاماً. وجه السؤال صحفي من ذوي الإعاقة من الذين يعملون في مجلة لابابوتين، ويتم وصفهم إعلامياً بأنهم صحفيون غير عاديين. قال السؤال: إنه الرئيس، يجب أن يكون قدوة، ولا يتزوج معلمته. ماكرون ابتسم محرجاً ليرد: Mais c'est possible. Oui. En fait, l'amour, tu choisis pas tellement. Je pense que ça, tu vois, ça te tombe dessus. وأضاف أنها لم تكن معلمته بالشكل المعروف، بل كانت معلمة الدراما الخاصة به.